يا بريدة يا بريدة يا بريدة يا بريدة زهير بيعك يا بريدة ومنطور في موسمه يا مرحبا بالسعادة كل انت جهز وابتهج فيه مسرور عود علينا والهنا فيه عادة يلتم شمل احبابنا حوله حضور بريده اللي بالغلا في زيادة ملوم منها مبهواها ومعذور يا ديرة فيها النما والرياد زهير بيعك يا بريدة ومنطور في موسمه يا مرحبا بالسعادة كل انت جاهز وابتهج فيه مسرور عود علينا والهنا بإحساس وشعور وبيع في أرضك تحقق مراده في مهرجانك يا بريدة ضوى النور في كل عام تجددين السيادة يا بريدة يا بريدة يا بريدة يا بريدة بيعك يا بريدة ومنطور في موسمه يا مرحبا بالسعادة كل انت جاهز وابتهج فيه مسرور عود علينا والهنا في العادة بالمنتجات اللي تميز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أصحاب السعادة، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا للجميع يا سمو الأمير. النجاح والتميز الذي حققه مهرجان ربيع بريدة 39 على مستوى مهرجانات المملكة الشتوية، ونبارك لسموكم ولكم جميعا ما تربع على عرش هذا المهرجان من امتياز كان مهره رضا واستحسان وقبول تلك الجموع التي تتقاطر نحو أرضه رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى صار مقصدهم اليومي والدائم طيل أيام المهرجان. سمو الأمير، نستأذنكم كلمة اللجنة الإشرافية على مهرجان الربيع 39 يلقيها الدكتور إبراهيم بن عبد الله العبد الرزاق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، حياك الله وبياك أيها الحفل الكريم. هذا اليوم يوم أغر، يوم التقت فيه القلوب وفرحت بمقدم سموه الكريم، فحياك الله وبياك بين إخوانك وأحبابك. فما أصدقها من كلمة من قال أميرنا المحبوب، وفعلا أسرت القلوب. صاحب السمو، مهرجان ربيع بريدة ما هو إلا سالفة إنجاز تروى، سالفة رواها القريب والبعيد، أبهرت الجميع بهذا الحضور اللافت والغير مسبوق. انطلق من بريدة إلى أصقاع المملكة العربية السعودية، بل إلى أصقاع الوطن العربي، ووصل إلى بلاد أوروبا وأمريكا، وهذه كلها موجودة، وأتانا ضيوف إلى هذا المهرجان وقد أسرهم هذا الحضور الباهر. في أول يوم حضر ما لا يقل عن 31,000 زائر، فقلنا الحمد لله وصلنا إلى عدد كبير. اليوم الثاني 32,000 زائر، الله أكبر والحمد لله. اليوم الثالث 37,000 زائر، ثم 38,000 زائر، ثم يقفز إلى 54,000 زائر، ثم كأنها تسابق مع الإنجاز إلى 67,000 زائر، لتصل في النهاية كل هذه الأعداد إلى ما يتجاوز 400,000 زائر. فهذا إنجاز لكم أهديتموه لأهل القصيم مفخرة، وهذا بتوجيهكم ومتابعتكم المستمرة. وكذلك لا ننسى قائد المسيرة وقائد اللجنة الإشرافية سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك مجلي، فجزاه الله خيرا، ما هو إلا أخ لنا، وجهنا وأجهد نفسه معنا في آخر الليل والله يوجه ويتابع حتى تم هذا الإنجاز الذي يرضي سموكم الكريم. هذا المهرجان أعطى شيء غريب ولفتة جميلة، أنه مهرجان ثقافي وطني فكري كان إطاره تعزيز الوطنية. كل النشاطات التي فيه تعزز هذا الاتجاه والانتماء للوطن
واحترام البلد والاهتمام بتنفيذ الأنظمة والتعليمات. أول مرة هناك ثلاث فعاليات لها دور كبير في توافد الناس. الأولى هي قطين البادية، وليس المقصد أن نرى هذه المشاهد، بل حقيقة هي رسالة أولاً لنترحم على باني هذا الكيان الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله. كيف قام بالمشروع الحضاري العظيم وهو مشروع التوطين، نقلنا من بلاد قاحرة، من بلاد وصحراء، إلى أن نستوطن وننتقل من هذه العيشة التي رأيناها إلى المرحلة الثانية، ورأيناها في قرية المزرعة. ثم نحمد الله أن هيأ الله لنا هذه البلاد وقادتها لنقارع الآن الأمم بكل الإنجازات. هذه رسالة المهرجان ليست فقط ترفيه وتمضية وقت، إنما تعزيز مبادئ أصيلة، حب الوطن وحب المليك والانتماء لهذه الأرض على عاداته وتقاليده ودينه. فهذا البلد بلاد لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدي صاحب السمو، لن أطيل، فوالله في القلب من المشاعر والكلمات ما هي إلا كالسيل الهادر، ولكن وقتك ثمين، ونريد أن نختصر عليك أننا واجهنا شيئا من التحديات. والحمد لله لما عرضت عليكم على سعادة الأمين أن هناك وعدا إن شاء الله لتجاوز هذه التحديات إن شاء الله في المستقبل. ما بقي إلا أن نشكرك أولا بعد الله سبحانه وتعالى، ونشكر كل من ساهم، فليس هذا النجاح نجاح شخص واحد أو جهة واحدة، بل نجاح الإنسان بريده، من المسؤول إلى المواطن وإلى الزائر، حتى الزائر الذي أتانا من عرعر والجوف والقريات ومكة والمدينة شاركوا معنا في النجاح أن حضروا. فنحن نشارك الجميع، وتعودنا منك أن نشترك في النجاح، وكما وعدت أيضا أن تكون بريدة بقيادتك دائما هي الأولى. هي الآن بهذا المهرجان تجاوزت الجميع، فشكرا لك وشكرا لك وشكرا لك. باسمكم طال عمرك نشكر الدكتور على ما تكلم فيه. سمو الأمير، أثني على كلام الدكتور. الآن الدخول حاليا في كل دقيقة 200 شخص. الحقيقة العلاقات العامة في أمانة القصيم مشكورة، هي التي تقوم بعملية الإحصاء اليومي. شاعر المليون، شاعر الوطن علي بن نايف الغامدي يتحفنا بهذه القصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيت بالخير طال عمرك. يقول يا سيدي فيصل، وأنا والله فخور بمشاهدك يا الطيب الشهم الكريم. عندي قصيدة كلها إحساس وشعور باسم القصيم، اتصاف حمير القصيم. يقول للعز يا دار الفخر دار سلمان، دار الإمام اللي تعرفون دوره، اللي لمر اسمه على كل الأوطان، أي سعودي يفتخر في حضوره، نادر هل العوجة على مر الأزمان، الحكم حكم العود والشارة شارة، وقف تمام أمجاده بفكر ولسان، وعلى بحور الشعر غطته بحوره، إذا تعزوى صارت الأرض بركان، ولطمة لعادي من دواعي سروره، إن كان به للعز والمجد عنوان سلمان بن عبد العزيز خنوره، إن كان به للعز والمجد عنوان سلمان بن عبد العزيز خنوره، ولي عهده سيفه بكل ميدان، هذا محمد والفعولة مخبوره، هو عالي الهمة وهو عالي الشان، درع الدفاع وظل شعبها وسوره، راسه اليابانة ظروف الدهر بان، ونفسه على مجاد العروبة غيوره، في ظلهم صرنا على قلبه واخوان، ولا من سايد والبيوت معموره، الشعب واحد والعلاقه بالاحسان، هذا يزاورنا وهذا
نزوره، حي القصيمة وحي أميره والأهام فيصل، وفيصل نفتخر في حضوره. حي القصيم وحي أميره والأهام فيصل، وفيصل نفتخر في حضوره، مواقفة تشهد لها كل الأعيان، وبريدة تحيي صوتنا وصورة. خلى القصيم الفعل يمناه بستان، نخيله داعبة خمايل زهوره، وعضيده الوافي فاه الطير حوران، بالراية الأميز والوفاء والمشورة. يا سيدي بالصوت الأوحد والإذعان، باقي بصدري كلمتين محصورة. عاش الملك، عاش الوطن، عاش العلم، عاش سلمان، سلمان بن عبد العزيز خنوره، سلامتك طال عمرك. مرحبا بالسعادة، كل تجهز وابتهج فيه مسرور، عود علينا والهنا فيه عادة، يلتم شمل احبابنا حوله حضور، بريده اللي بالغلا في زيادة، معلوم منها مبهواها فيها النما والرياد. زهير بيعك يا بريدة هو ممطور في موسمه، يا مرحبا بالسعادة، كل تجهز وابتهج فيه مسرور، عود علينا والهنا فيه عادة، ربيع وسط القلب بإحساس وشعور، في أرضك تحقق مراده، في مهرجانك يا بريده ضوى النور، في كل عام تجددين السياده. يا بريده يا بريده يا بريده يا بريده، زهير بيعك يا بريده يا مرحبا بالسعادة، كل تجهز وابتهج فيه مسرور، عود علينا والهنا فيه عادة، بالمنتجات اللي تميزك معمور، جلست فيه الخير يبني عمادة، دمت لنا يا منبع العز والنور، دم الربيع اللي غمرنا سعادة. يا بريدة يا بريدة، زهير بيعك يا بريدة هو ممطور في موسمه، يا مرحبا بالسعادة، كل تجهز وابتهج فيه مسرور، عود علينا والهنا فيه عادة، يلتم شمل احبابنا حوله حضور، بريده اللي بالغلا في زيادة، معلوم منها مبهواها ومعذور يا ديرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحقيقة ليس لي كلمة معدة في مثل هذا المحفل الكبير، ولكنها مشاعر تختلج في نفسي، أحببت أن أبديها وأعبر عنها في هذه الختام الموفق، ولله الحمد لمثل هذا المهرجان.
أولاً أبارك لنفسي وأبارك لزملائي جميعاً، أمين المنطقة سعادة المهندس محمد والدكتور عبد الرزاق وجميع اللجان العاملة على هذا المهرجان بما تحقق من نجاح كبير لمثل هذه، أنا أسميه كرنفال حقيقة، يعني وطني وكل ما تعنيه الكلمة. أنا أستطيع أن أطلق على هذا المهرجان بعدد زائريه وبفعالياته وبأبجدياته التي تحدث عنها الدكتور عبد الرزاق قبل قليل بأنه فعلا مهرجان وطني على أعلى مستوى، حقق النجاح الباهر الذي لم يكن متوقعا، ولكن الجهود المخلصة من رجال صدقوا ما عهد الله عليه بأنهم يواجهون التحديات بحكمة وبروية فيما لا يخرج عن ثوابت هذا الوطن، ويكرس ولله الحمد مبدأ التميز من فضل الله جل وعلا، وصلنا إلى هذه النتيجة ما يربو عن 460,000 و700,000 زائر، يعني ما يقارب 500,000 زائر. أنا أتوقع أن هذا الرقم رقم يعني قياسي ومفرح، يدل على أن هناك ولله الحمد نجاحا باهرا لمن قام وعمل لإنجاح هذا المهرجان. أبارك لنفسي وأبارك لكم جميعا، أبارك لهذه المنطقة ورجالها وأبنائها، وكم أفتخر وأعتز بأنه ولله الحمد أن من قام على هذا المهرجان هم أبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن، منظمين وعاملين ومتحمسين، وممن ولله الحمد يعني رفعوا رؤوسنا بين المناطق الأخرى. فأبارك لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر وتدوم هذه النجاحات لنا جميعا في مثل هذه المهرجانات الوطنية الربيعية، والتي ولله الحمد أصبحت وجهة سياحية لجميع المواطنين. أنا أقول أن بتفاهمي مع سعادة الأمين قبل قليل أن هناك إن شاء الله تعالى خطة لتطوير هذا الموقع، وخطة بأن يكون إن شاء الله على مستوى عالي في بنيته الأساسية وفي مكانه وفي حتى برمجة زياراته وإقامة الفعاليات فيه. نتمنى إن شاء الله تعالى أن يعني تكتمل هذه الخطة، وأن تكون إن شاء الله تعالى جاهزة قبل العام القادم، لكي يكون هناك نقلة نوعية في مثل هذا المهرجان الذي أثبت نجاحه على مدار الأعوام الماضية في هذه المدينة التي أطرقت عليها قبل سنوات بأنها مدينة الطرفية السياحية. وأنا أتمنى بأنه يكرس على هذا المكان بأنه فعلا منذ بدايته حتى يصل إلى هذا المكان بأنه مدينة الطرفية السياحية، التي فعلا هي حققت هذا المسمى بعدد زوارها وبنجاحاتها وفعالياتها. وأؤكد على الكلمة اللي قالها الدكتور عبد الرزاق قبل قليل بأنها استشعارا للوطنية، عندما وضعنا هذه الفعاليات التي تتحدث عما كنا عنه في الماضي ثم ما نلاحظه في الحاضر كأنها تذكير بأن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما علينا به من نعم. كيف كنا في الماضي؟ كيف كنا من البادية الرحل؟ كيف كنا من يعني التخلف الشيء الكبير؟ التخلف ليس ولله الحمد في مبادئنا ولا في عقيدتنا، ولكن الحضاري والتنموي حتى وصلنا إلى هذا التطور الذي نصل له الآن ونراه في جميع مناطق المملكة. نحمد الله ونشكره، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شكر نعمته، وأن يحفظ لنا أبناء هذا الوطن الذي قام على أكتافهم منذ الآباء والأجداد، والذين يكملون الآن الأحفاد ما بدأوا فيه آباءهم وأجدادهم، وثم يأتي من بعده كذلك الأبناء والأحفاد ليكملوا المسيرة على ثوابت هذه البلاد. وأنا أقولها وأكررها أن نكون على ثوابت هذه البلاد التي لا تتغير دائما بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وبالحفظ على الحفاظ على هذه الثوابت بكل ما تعني هذه الكلمة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. صاحب السمو نستأذنكم في تكريم الرعاة المشاركين والقطاعات الحكومية. أولا
الشريك الاستراتيجي شركة الاتصالات السعودية الأستاذ هشام بن محمد الجاسر. الرعاة الذهبيون شركة اسمنت المدينة، شركة طويق دواجن الوطنية. الرعاة الفضيون شركة العباقرة صالح المطرودي للخيام، ميار مرجان السعودية. راعي ضيافة فندق جولدن توليب هضيم للتمور والمنتجات الشعبية، مطاعم الضباب. راعي الفعاليات الشبابية هيئة الرياضة بالقصيم. راعي إعلامي وكالة الأنباء السعودية، شبكة قنوات المجد. راعي إعلامي وكالة الأنباء السعودية، شبكة قنوات المجد وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالقصيم. راعي إعلاني جزف الوسيلة المراسم. راعي مشارك لايت وجينات شطيرة الفلافل، مياه نبع مدين، شركة الشتاء والصيف، مخابز وحلويات جونا، جدتي للحلويات. منظمو الفعاليات مسرحية الكاوبوي محمد اليحيى. فعالية قطين البادية خالد الهبدان. الجهات الحكومية جامعة القصيم، شرطة منطقة القصيم، فرع الزراعة والمياه بمنطقة القصيم، إدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم، القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم،
هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم. الإدارة العامة لشركة الكهرباء بمنطقة القصيم. الإدارة العامة للعمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم. هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم. الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم. الإدارة العامة للسجون بمنطقة القصيم. الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات للقوات المسلحة. جمرك مطار الأمير نايف الدولي. أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم. جمعية الوداد. الرئاسة العامة للإفتاء بمنطقة القصيم. جمعية حقوق الإنسان بمنطقة القصيم. الكلية التقنية بمدينة بريدة. باسم أبناء بريدة ومنطقة القصيم على وجه العموم، نشكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على هذه الزيارة الكريمة وهذا التتويج الذي سيكون وسام لمنسوبي مهرجان ربيع بريدة 39. شكرا سمو الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.